قالوا ليه تبا لك على هذا يا جماعتنا؟ والسنين جايين نقول لك شنو؟ نقول لك نادي الله براو، ما تنادي لحاق بعيد ولا السريع بالحيل ولا حمال الحمايل ولا اي فكي صوفي، ما تنادي ونادي الله براو. وده جاي انه ليك، وده قلنا نحن؟ لا والله ده ما قلنا ونحن، دي رساله جايه من عند الله. فهمت؟ يعني من احنا ما قلنا لك الكلام ده، احنا بس بننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ناقل من منو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده رسل الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيجي والوحي، ما بيتكلم ساي. ربنا رسل له الوحي وقال له قول للعباد دل ينادوني براي، ما في زول يعترض وما في زول ينادي غير الله. كلام ده قاله الله. لكن الصوفية يجي يقول لك بالناديم، يقول لك تنادي غير الله، هذه يحلوها كيف؟ عشان كده نحن جايين نحذر من الصوفية. جابنا هنا قالوا في صوفية بيجاي كتار، عشان كده نحن جينا هنا وجايين دينهم هذا موجود، كتب راقدة، وأي كلام بنقول عن الصوفية ولا عن البرعي أو صايم ديمة أو غيره بنقوله بوثيقة، والكلام ده كتبه براو. يعني عندك البرعي العالم الإسلامي كله يعرف إنه البنادو في الشدائد الله والبنادو الله، لكن البرعي المسألة دي ما عارفها، جاهل. شان كده وكي جاته الحصوة بقى ينادي غير الله. هو يا بتايا وحامض بعصايا تزيل البلايا وامراض كلايا، الكلام ده قالوا منو؟ ده قالوا البرعي تاع الزريبه اللي جاي البعلقوا في العربات. هسه عين العربات دي بتلقى البرعي معلقينه، السبب شنو؟ لانه الروج لهم، هو القلام نادوني قم يا اخي ناديهم لي، ده الرجال الله البزيل البي، بناديهم حيين ميتين، بناديهم في الليل الهادي بنادي سيادي، ده قالوا اللي بيقر القران. والبره انت القران ده ما مرت بك ايات انه الله يساله براو؟ يا اخي جاء رجل للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ان الله غريب فننادي ام بعيدا فنناجي، ان الله غريب ان الله غريب فنناجي ام بعيدا فننادي. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، حارس الدليل يجي نازل، حارس الوحي نزل الوحي طوالي. نزل القران اذا سالك عبادي عني فاني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى يا إخوانا المسلم أي دل بنادي الله براو، دل بستجيب لكلام رب العالمين، دل بيؤمن بكلام رب العالمين. إما المشرك أي يعني وقت نقول مشرك أو تمشي بغادي تقول ده اللي ناقل في أمريكا، لا البلد دي مليانة مشركين. مشركين كتار، ديل البناد والبدر من الفقر. ديل البناد الفي العلفون الأسرع من التلفون، ديل منو ديل؟ انت قال أبو جهل الليلة ما في؟ أبو جهل راقد تلقاه يصلي معك. أبو جهل خلافنا، خلافه مع النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ خلافه مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الشدائد بنادي الله. عشان كده أبو سفيان زي في غزوة من الغزوات ركب الجبل فوق، وبقى ينادي في آلهته، قال آلو هبل يعني انتصر يا هبل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك، سمعوا قال للصحابة ألا تجيبوا؟ ألا تجيبوا؟ قال ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، قولوا الله أعلى وأجل،
تاني قام قال شنو أبو سفيان؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله لأنه الأمر متعلق بالعقيدة ده بدأ ينادي في أهليته عشان دار ينتصر في الحرب. عشان كده الصوفي تلقاه في الشدائد بينادي أهليته. ليه؟ ما دار ينتصر. لو عيان ينادي البري داير جنى المشركين الليلة ديل شركهم بقى كتير خلاص بقى أكتر من ديلك ذات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قاعد كان بحاربهم. تقول لك بحارب أبو جهل براو أسا النبي لو قاعد بيمشي الزريبة عشان يفتحها القالوا بقروا فيها الغران وبمشي الشكينيبة وبمشي كل مكان فيه صوفية ينادوا غير الله عز وجل. فهمت؟ هذه دعوة دي. تقول لك نبي صلى الله عليه وسلم يا ما حارب ديل عشان كده قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال لنا العزة ولا عزة لكم. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أنا؟ قال ألا تجيبوا؟ ردوا عليه. قال الصحابة ردوا عليه ده قال بنادى العزة. قال ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهمت؟ عشان ده جابنا الليلة ليل ونهار ينادوا في الصوفية ينادوا في مشايختهم نخلين. يا أخوانا الدين ده حق منه؟ الدين ده حقنا برانا؟ الدين ده حقكم كلكم. خرب الصوفية العمل في الدين أن اليهود والنصارى العمل الصوفية في الدين ده اليهود والنصارى ما عملوا. في نصراني جاب لدى اللوكة رقص المسلمين كذا يقول لي نصراني الليلة رقص المسلمين. في البرعي رقص المسلمين باسم الدين. في نصراني جبنا قلب له بنا له قبة هنا. في نصراني جبنا قبة هنا. لا الليلة البرعي أمر ببنيان الجباب. فهمت؟ عشان كده ده النبي صلى الله عليه وسلم دينه ده خرب الصوفية خربوه خلوا فيه شنو أي حاجة جابوا فيها بدعة أيش فهمت؟ أيش جابوا الطرق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الطرق دي. تقال الطرق دي النبي ما تكلم عليها. ربنا قال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية دي ما إنه واضحة الله قال ده طريقي أتبعوه فلا تتبع السبل. الله قال لك ده طريقي أتبعوه. الفيو على رأسه النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه النبي عليه الصلاة والسلام قال ده يتبعوه. بعد ذاك حذرنا من الطرق قال فلا تتبع السبل. قال لك أوعد باري لك طريق تاني. الكلام ده الله قاله مع إنه واضح كلام الله واضح. أصي الصوفي يفهم كلام شيخه بس. أبشر يقول له البرعي بيعلم الغيب يقول لك أبشر أبشر. فهمت؟ وكنت تدي القرآن. فهمت؟ إنه الله بيلا الله سبحانه وتعالى البيلا ما في زول جدا كويس. فهمت؟ عشان كده تعال قول له في الشدائد نادي البرعي يقول لك أبشر أبشر. فهمت؟ لكن وكنت تدي الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله يقول لك لا ما تنبز الأولياء. يا أخي القرآن ده نبز؟ ده كلام الله. عشان كده يا إخواننا والله جابنا هنا جابونا الصوفية دين نشروا دين وقالوا ده الإسلام وده شرك زاد وده دين أبو جهل وكمان زادوا زيادة دين أبو جهل ده عند الصوفية ده. فهمت؟ ده ما دين المسلمين. عشان ما يغشوك يقول لك ما تتكلم فيه وبنفخك خليه ينفخني إن شاء الله طرشك زاد. وينه؟ أنا بتكلم فيه من قمت. فهمت؟ التزمت في الدعوة دي بتكلم في البرعي. فهمت؟ ما نفخني. يقول لك كم ناكر زاد في نكرانه عفص الشيخ طلع إيمانه. وما شيخك ده بعفص ليه؟ في ولي بعفص؟ فهمت؟ عشان كده يا إخواننا فهمت؟ البرعي جاء في البلد دي أمر الناس بعبادة غير الله. فهمت؟ قال لك كن يا فقير ذليل حقير ذليل لله؟ لا والله. البرعي قاصد منينا كن حقير كن يا فقير ذليل حقير وفي كربك أنده بتغيثك جنده.
في كربك عنده من الله يعني؟ قال عنده المشايخ بتاع انه ذيل يخلوا الله. ده دين البرع الماد عليه، ده الشيء اللي بنعرفه. ماد على الدين ده. كان عنده دين ثاني فيه توحيد ينادوا الله براه، جيبوا لنا. ما لاقي انه ناس. ام نمشي المكتبات بنجيب دين الصوفيه، ده الدين اللي بنعرفه ان احنا بتاع الصوفيه. نادي غير الله، اشرك بالله، اكفر بالله، هاي واحد يقول لك انا للسماء بانيها. صوفي ثاني يقول لك ها سبحان الله، قال الكون اعلاه اسفله في طي غبضتنا. واحد يقول لك ها كلام فارغ، واحد الله المستعان. فهمت؟ انا الواحد الفرد الكبير بذاتي. ده دين منو ده؟ ده دين اوباما؟ دين اوباما ما قدر ده. فهمت؟ ده دين الصوفيه ديل اللي بتلقاهم عندهم مساجد كتار هنا 80% في السودان. ها ديل ده الماسكين منو؟ ماسكين الصوفيه. عشان كده البلد دي ما بتمشي لقدام الا ننتهي من الصوفيه ديل. فهمت؟ الا ننتهي من الصوفيه ديل مره واحده. عشان كده البلد دي تمشي لقدام. والله شفتها نبقى بين السعوديين يجي يشتغلوا هنا بس انتهوا من الصوفيه ديل. سعوديين بدل تمشي هناك تمشي تقول داير لها عقد راي، اي ننتهي من دين الصوفيه ده. والله السعوديين يجي يقول لك دار عقد راي في السودان. فهمت؟ ده التوحيد. عشان كده السعوديه ما بلد زراعيه لكن بلد بتاع التوحيد. ربنا سمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى ونفذوه. ربنا امرهم في القران فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. عبدوا رب هذا البيت. عشان كده ربنا اطعمهم من الجوع وامنهم من الخوف. اه انت وين امنك؟ الله المستعان. عشان كده يا اخوان الناس تكشف الصوفيه دي، اكشف عن زيفهم عشان لا الطماطم تنزل والسكر ينزل، اي حاجه تنزل. بلدنا تتصلح يا اخي، بلدنا على الاقل تتصلح. ها لكن مع الصوفيه بلدنا بتتدمر، بتتدمر يا اخي. وصلى اللهم على محمد وعلى صحبه وسلم.